السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ديال الاوتوكاد. اليوم غادي نشوفو كل من لو بلون دو كوفراج، غادي نشوفو لي كالك، غادي نشوفو لي بلوك، وغادي نشوفو لي كوتاسيون. كنا السيمانه اللي فاتت خدامين على هاد لو بلون هذا، تعلمنا كيفاش نرسمو لي فاساد، تعلمنا كيفاش نرسمو لي كوب ابارتيغ لي فيون بلون. هاد السيمانة غنخدمو على لو ميم بلون، غادي نعتبرو أنه جاينا في وراقي ماشي في فيشي ديال البيسي، ماشي مثلا دي دول في جي. هذا هو لو بلون غيتشوسي ديالنا، غادي نخليه لكم في الديسكريبسيون. دونك أول حاجة غادي نديرو هي غادي نعاودو نرسمو لو بلون. أنا لو بلون غادي نخليه دو كوتي، كنشوف فيه دابا في الطابلت. نتوما تقدروا تيليشارجيوه وتشوفوا او ميم طون. دونك غادي نكرييو اول حاجه، هذه هي الجهه ديال لي كالك. حنا الى جينا نشوفوا في لو بلون عندنا دي زيسكالي، عندنا في لو بلون دي بوطو لي راسمهم لاركيتكت، عندنا دي فونيتر و دي بورت، هادو منويزري غنسميوهم، عندنا دي مور، و عندنا واحد الكوتاسيون. دونك هنا في بروبريتي دي كالك، باش يكون داكشي منظم والخدمة مسهلة في الاوتوكاد، شاك اليمون غادي نكرييو ليه لو كالك ديالو. وحنا من بعد غادي نشوفو علاش كيليقو هاد لي كالك. مثلا منويزري كنقدروا لو كالك نعطيه مثلا واحد اللون. حنا لي بورت لي فينيت غالبا كيكونوا بالقهوي، دونك نعطيهم القهوي. نديروا واحد ديال الدروج مثلا اسكالي، نعطيه شي لون مثلا صفر ولا ازرق مثلا. ناخدو واحد ديال لي بوطو، نعطيو تاهو واحد لا كولور حمراء. اش باقي لينا؟ لا كوتاسيون. دونك كوتاسيون نعطيه واحد لا كولور اللي هي مثلا الخضر. نزيدو واحد لو كالك ديال لي مور لي كلوازون، نسميوها مور حنا، نخليه بالبيض وندخلو لهاد لو كالك، كالك مور. دونك نرسمو لو مور ديالنا، نرسمو بعدا الطول والعرض وداكشي ديال ليطاج. دونك عندنا 1093، هابط من هنا بواحد 1096. هنا كاينه واحد الزاوية، هنا لو باسيمو ما مقادش، ماشي بحال ان كاري ولا ان ريكتونغل بزوايا قائمة. هنا كاينه واحد الزاوية عوج واحد شوية من هادشي، دونك نحيدو هاد بيربونديكولور ونسدو هاد ليطاج هذا. دونك هنا باش نصايبو لو مور الاولاني، هنا كاينه واحد مور فيه 20 سنتيمتر، وهنا لتحت مور 30 سنتيمتر، وجوي الاخرين 20 20. دونك غادي نديرو ديكالي بفان، غادي نديكاليو هذا بفان، هذا فا، وهذا فا، باش ندوزو للاخر نديرو 30 ونركو جوج مرات على اسباس، نعطيه 30 باش كتورك جوج مرات على الاسباس كيعطيك اخر حاجة كنتي خدام بيها، وهذا نطلعوه ب 30 دوغري، ب 30 سنتيمتر. دونك هنا صيبنا
les murs, les murs de façade, نبداو نقادو في داكشي الاخر. هنا عندنا واحد المور بعيد على هنا، بعيد على هذه النقطة ب 507 سنتيمتر. دونك نعاودو نديكاليو ب 507، وكاين هاد المور فيه 20 سنتيمتر، دونك نعاودو نديكاليو ب 20 سنتيمتر، وعاود تاني بعيد عليه الاخر ب 227 سنتيمتر، وعندو ايبيسور ديال 20 سنتيمتر. دونك غادي نديرو 227 وغادي نديرو 20. هنا عندنا واحد لو مور جاي من هنا باش كيقاد هاد لا شومبر هادي، وبعيد من هاد النقطة لتحت ب 400 سنتيمتر. دونك نعاودو نديكاليو ب 400 سنتيمتر. جيت لهنا، وهنا نقدروا كيفاش نقادو، كيفاش نقادو من هذه الجهه. هي غادي نديرو كمثال، هو هاد لو مور جي قاطع هاد لا شومبر هادي اللي هي لا كور، قاطع لا كور وقاطع الكويزين. دونك غادي نديرو اجوستي هنا، اوكي، ونحيدو هاد الجهة هادي. هنا واحد لو مور فيه 20 سنتيمتر، وهذا فيه 10 سنتيمتر. دونك نديرو ديكالي ب 20، هذا قلنا فيه 20، وهذا طالع من هنا فيه 10 سنتيمتر. دونك نعاودو ديكالي 10 سنتيمتر، هذا نجيبوه مثلا حتى لهنا، نجيبو حتى لهنا باش تبقى جهة البوطو، وهذا نجيبو حتى لهنا. هذه هي الطريقة ديال لي مور. باش ما يكونش الفيديو طويل، انا غادي نكمل لي مور كاملين ونرجع للفيديو. دابا من بعد ما كريينا لي مور، نبداو نكريو في لي بورت. اول حاجة نمشيو منويزري باش نكريهم في الكالك ديال المنويزري. ونبداو نكريو. هنا عندنا واحد الباب، هنا عندنا بيبان، حنا غادي نرسمو غير واحد ونشوفو كيفاش رسمو لي فونيتر ونتعلمو شنو هما لي بلوك. دونك واحد اللين هنا، هنا عندنا واحد الباب كيتحل بحال هكا، واحد اللين هنا نديرو فيها مثلا 5، هنا هابطة 3، هنا مثلا 3 عاوتاني، 6 و 6. هذا لي بغازمون ديال لابورت هو هذا. غنشدوه غادي نديرو ليه واحد الميغوار مثلا من هنا باش يخرج لنا الجهة الأخرى. نديرو نو حتى شلا درنا وي غادي تمشي لنا اللولة نو، ونديبلاسيو هذا لبلاصتو من هاد النقطة. رسمو الكمال ديالو مثلا 3، نطلعو بشحال في الباب، ثلاثة. هنا بدينا بحال واحد الريكتونغ اللي بغينا نسدوه كما كتشوفوا لتحت كلوغ باش نسدوه.
ما نوركوش على ما نوركو على غير على السيك اي اونتري كيتست. هنا خصنا نرسمو لارك اللي بين هادي وهادي. غادي نديرو بديبار فان اي ديريكسيون. دونك حنا عندنا ديبار هنا، لا فان هي النقطة هادي، ولا ديريكسيون بحال هكا. هذا هو الباب ديالنا. بالنسبة للمور نقدروا نرسموه بالطريقة هذه، لعاود ما نديرو ديكالاج، ما نديروش ليني، ما نديرو بلوتو مولتي ليني، نكتبو ام ال، غتخرج لينا ام ليني. غادي يخرج لينا هنا ليشيل بعدا، مثلا واحد الباب فيه 20 سم، حيط فيه 20 سنتيمتر. اوكي جوستيفيكاسيون، واش من التحت ولا من الفوق ولا من الوسط. مثلا الا درنا من الوسط غادي يخرج لينا من هذه الطريقه هذه، بحال كنرسمو الباب من الوسط وكيمشي. مي الا درنا جوستيفيكاسيون فوق غادي ترسمنا بحال هكا، بحال كنرسمو كي. وبالنسبه للشكل كنبدلو به سميتو ديال ليبيسور ديال المور. هنا عندنا واحد الفونيتر هنا في هذه الجهه هذه. هنا غادي نتعلمو دابا كيفاش نديرو لي بلوك وشنا هما لي بلوك. هنا مثلا الفونيتر هي هذه، دونك هذه هي لا فينيتر ديالنا. هاد لا فينيتر هادي نقدرو مثلا كتكون كتعاود بزاف وكتخدم بها بزاف، دونك نقدرو نرجعوها كوم ان بلوك. شنو هو ان بلوك؟ بي ال او سي ان بلوك. Choisir des objets. اختاروا هادوك ديال لا فونيتر ديالنا. نقدروا نديروها في اي اليم. دونك هادو هما لي زوبجي، نديرو اوكي. لو بوان حنا درنا سبيسيفي ا ليكرون، وغادي نعطيوها واحد السميه فونيتر مثلا رقم واحد، ولا تعطيها مثلا بشحال فيها فلا لارجور وفلا هوتور ديالها، ولا كيما بغيتي انت تسميها باش تبقى عاقل عليها. اوكي نختارو، قالنا دابا سبيسيفي لو بوان دو باز دانسيرسيون مثلا هي هادي، صافي ولا عندنا كومان بلوك. اشنو هو ان بلوك؟ مثلا الا بغينا نحطوها في شي بلاصه اخرى عندها، مثلا هنا في هذه الجهه هذه، غادي نديرو انسيري اوكي، غادي يخرج لينا لي بلوك اللي حنا مسجلين. حنا سجلنا فونيتر 1 اللي هي هذه، اللي هي هذه اللي صايبنا هنا، هي هذه اللي صايبنا هنا. غادي نديرو اوكي. هنا مثلا خرجت لينا كيما هادي، حيت درنا سبيسيفينا لو بوين دانسيرسيون، خرجت لينا كيما هادي. حنا خصنا نديرو ليها، نقدروا نديرو ليها باش تخرج لينا دايره واحد شويه. شنو هو؟ هو غادي نديرو ليها واحد لونغل ديال 90 دوغري.
اوكي خرجت لينا دابا دايرة، نروح نحطها هنا لهنا ولا فين ما عندنا، فين ما احتاجيناها نحطوها هنا مثلا. دونك هادي هي لا فينيتر ديال هذا هو البلوك، وهادي هي لا فينيتر. انا كمل دابا لي فينيتر، كملنا لي بورت، كل حاجة في الكالك ديالها. لي زيسكالي حتى هما رسمتهم. بو لي زيسكالي كتشوفهم غير في المحطوطة الأولى مثلا، وكتحط عليها سميتو، تشوف لي مارش تاني فيها واحد 25، دير ديكالي ب 25 سنتيمتر مثلا. اوكي ديكالي ديكالي عاوتاني، انت كترسم داكشي اللي باغي. هنا دابا غادي نشوفو لي زانوتاسيون، كل من التكست و الكوتاسيون. داكشي كاين سوا كتبدو من هنا، التكست كوت، سوا كتمشي لانوتيك. انا فيها بزاف د الحوايج هنا في انوتيك، كمثلا الطابلو، تقدر ترسم واحد الطابلو لي ترسم عليه من بعد، تكتب فيه لي دوني لي باغي تكتب فيه، شحال فيه مثلا من الكولوني، شحال فيه في لا لارجور ديال الكولون، شحال فيه من الغونجي مثلا. نخليو دير هنا 4 × 4 مثلا. وتحطو هنا وتكتب عليه داكشي اللي باغا تكتب عليه. مثلا هذا هو الطابلو ديالك، هذا هو الطابلو ديالك. كاين ابار لو طابلو كاين لين دو روبير ملتيبل، مثلا شي حاجة بغات تكتب عليها شي لعيبة، مثلا هاد الشرجم فيه شي حاجة ديرها وتكتب عليه شي حاجة. كاين لي مارك، كاين لي تري داكس تنشوفو لي زاكس، كاين مارك سونترال بالنسبة لشي ارك ولا شي دائرة ولا شي حاجة، كدير عليها واحد المارك سونترال اللي هي هادي مثلا. وهنا التكست والكوتاسيون اللي باغي نشوفه. بالنسبه للتكست فاش كتورك عليه، مثلا كتورك عليه سواء من هنا سواء من هنا. دونك فاش كتورك عليه كتجي دير بلاصه فين غادي تكتب. مثلا هنا كاينه واحد لا شومبر، ولا نديرو ابار لا شومبر نشوفوها احنا غير هنا. دونك هنا ها هو التكست ديالك، هنا ريشيرشي رومبلاسي، هنا موديفي لو ديكسيونير باش تعرف، باش يدير لك لا فيريفيكاسيون ديال لورتوغراف. انا كنكتب بالفرونسي اون فرونسي. هنا الا بغيتي دير دي كولون حتى هو واش كتب فيهم. هنا الا بغيتي ديرهم ستار الاول والثاني وبيناتهم مثلا دي نيميرو، مثلا هنا النمرة واحد تكتب شي حاجة، فاش كدير اونتري عطاك النمرة جوج مثلا، تكتب شي حاجة هنا كاين عاوتاني ليسباسمون بين لي لين، واش مثلا 2.5 فاش دير مثلا اونتري يعطيك 2.5 ديال ليسباسمون. تقدر دير فيها هنا ارقام، تقدر فيها دير فيها حروف. دونك هنا بالنسبة لكل كالك غادي تخشى فيه. هنا السيل ديال لو تكست، هنا اللون ديال الكالك اللي خدام فيه. حنا مع باقيين في المنويز غيك باقي بالقهوي. هنا واش اون كرا ولا اون ايطاليك. هنا كوبي باش تاخد لي بارامتر من شي تكست ودي من شي تكست واحد اخر. وهنا السيل ديالو، هنا شحال فيه في لاوتور في ليبيسور الكبر ديال التكس. مثلا درتي 23 درتي اوكي، بانت لك جاتك صغيرة، اتورك عليها وتموديفي هذا، تموديفي لاوتور مثلا دير 20. اوكي دير 20. اوكي هاي كبرات هادي مثلا. بالنسبة للتكست كاينة قلنا الكوتاسيون، تقدر تمشي لها من هنا انوتي. هنايا كاينة كوت،
مثلا انت غترسم واحد الكوتاسيون من هنا لهنا، هنا عاوتاني جاتك صغيرة وما عجباتك بغيتي تموديفيها باش تبان شي شوية مزيان، تقدر من هنا تورك عليها، ولا بالنسبة لهنا في السيل دو كوت غدير جي غير السيل دو كوت، هنا خدامين بإيزو 25 اللي هو هذا الفوق، غدير موديفي، وهنا نشوفو كيفاش غادي تموديفي. نشوفو حنا غير في هذا كيبين لينا مثلا لا كولور ديال التكست المكتوبة. مثلا هنا في لين نبداو من الاول، كاين لين دو كوت سوبريمي، لين دو كوت الاولى لا سوبريميناها وتسوبريما هذا وتسوبريما هذا. لي لين داتاش نقدروا هما كيبانوا شي شويه مديرونجين هنا الشكل، نقدروا نسوبريميوهم. هادشي كامل غير باش يبان لو بلون شويه مزيان. كاينين لي سامبول لي فليش، مثلا عاود ما دير اسهم ديرهم اوبليك مثلا. المهم هنا كامل تقدر تموديفيه وتقادو كيما بغيتي بلا ما نطولو فيه. وكاين لو تيكس اللي غادي خصنا نكبرو شي شويه باش ما يجيش صغير بحال الاولاني، نعطيو فيه 20 بحال هاد التكست عندنا لتحت. اوكي هنا انتوما شوفو كي كان اش غادي نديرو فيه، غميك غادي تبدل كيما عطينا حنا. وكاينين فاش اللي بغينا نديرو حنا في هاد الجهة كاملة، هذا بعدا ما خصنا نموديفيو فين كاين التكست كيبان باش ما تديرونجيش. موديفي بوزيسيون ديال التكست، سونتري ولا فيما بغينا حنا نقادو. هنا نقدروا نكملوا في سميتو في الكوتاسيون ديالنا، مثلا هاد الفونيتر شحال فيها، هنا شحال فيه، من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، حتى نوصلوا فين حنا باغين، ونموديفيو على حساب الشكل اللي حنا بغينا. هنا مثلا دايرين اوبليك موديفيو شحال هاد الاوبليك شحال فيه، مثلا نكبروه حتى هو، ولا نصغرو مثلا التكست نجيبوه لتحت، ندورو على اليسر ندورو على اليمين، هادشي كاملين دو موديفيكاسيون نقدرو نديروهم في لي كوتاسيون. حنا دابا غادي نعرفو كيفاش اشنا هي بعدا شنا هما لي ان بلون دو كوفراج، ونبداو نحطو فيه هنايا ان بلون دو كوفراج. انا اعتبرو هذا هو ليطاج، مثلا بروميي ايطاج ولا دوزيام ايطاج. اش خصنا نديرو؟ خصنا نحطو لي بوطو لي بودر و لي دال. هنا ما كاينه حتى شي حاجه خارجه، كلشي كاين، ما كاينه شي حاجه خارجه على لو بلون، زعما هنا شي بالكون ولا شي حاجه. نبداو نحطو في سميتو في لي بوطو. هنا درنا بوطو، هنا نكرييو حتى هو كوم ان بلوك، نعرفو شنا هو لي راشور. مثلا نديرو فيه 25 في 25 مثلا. هنا نديرو واحد لاشور سوليد باللون الاحمر مثلا، ونحطوها هنا. هذا نديرو بلوك نسميه، نشوازيو لي زوبجي اللي هما هادو، نسميه بوتو 25 25. لو بوان هو هذا، دونك هذا كامل ولا عندنا ان بلوك. بوطو
درنا ان سيغي بوطو 25 25، غادي يخرج لينا هذا، غادي يخرج لينا لو بوطو ديالنا، ونبداو نبوزيسيونيو فيه. احنا عندنا هادو للفوق، دابا اشنا واش خصنا نديرو؟ خصنا نحطو لي بوطو في بلايص لي مقادين، ونقدرو نموديفيو على لو بلون دارشيتكت. نحطو هنا دي بوطو، هنا مقادين مزيانين، جايين مزيانين، هادو اللي في الجناب كاملين جايين مزيانين، نحطوهم في بلايصهم. كوبي مثلا هنا هنا، نحاولوا نديروهم هنا اليني مع بعضياتهم، باش الا جينا نحطو لا بوتر اللي جايه من ان بوتو لو بوتو الاخر يكون اليني معاه. وحاجه واحده اخرى، نحاولوا ديما بين شاك بوتو والبوتو الاخر فين غادي نحطو لي بوتر ما يكونش اكثر من 6 متر، باش البوتر تكون على خاطرها تما. وديما نفكرو في لي شومبغ لي غادي يكون وسط منهم لي بوطو. مثلا هاد لا شومبغ هادي الا كنا غادي نديرو اون دال، بعدا واحد الحاجه لا دال كيما قلنا في الكوغ ديال البيتون ارمي، الا كانت اوغدي، الا كانت كوغ كرو، غادي يجيو لي بوتخيل، غيكونو دي بوتخيل. هادوك لي بوتخيل كيكونو حاطين على البلاصه اللي فيها لا ديستونس صغير. مثلا هنا كاينه كل 3 متر، ومن هنا لهنا غتكون 4 متر، 5 متر، 4 متر ونص. دونك لي بوتخيل غادي يجيو دايرين بحال هكا، مثلا بحال هكا جاي لي بوتخيل. دونك غادي لي بوتخيل غادي يعطيو لا دار، غتعطي لا شارج لي بوتخيل، غادي يعطيو لا شارج لي بوتر. دونك هاد لي بوتر غادي يجيو هابطين. دونك هاد لي بوتر اللي جاو في هاد لا شومبر هادي غادي يجيو وسط غادي يجيو وسط لا شومبر، غادي يعيبو لا شومبر. دونك من الاحسن نعاود ما نحطو لي بوتو هنا، نطلعهم واحد شويه ونحطهم في هاد الجهه هادي. دونك هذا نديرو لي كوبي ونحطو هنا، نحطو الاخر هنا معاه، نحطو الاخر هنا والاخر هنا. وهادو نحيدوهم، هادو ديال الارشيتكت نحيدوهم. حنا لي بوطو ماشي غادي يكون فيهم 25 سنتيمتر على 25 سنتيمتر، مي 25 سنتيمتر هو الحد الادنى اللي مسموح به باش نديرو لي بوطو، باش نديرو لي بوطو. دونك ها لي بوطو حنا حطيناهم، دابا اش غادي نديرو؟ غادي حنا بعدا علاش درنا لي كالك، باش فاش كنكونو كنرسمو، باش الى مثلا بغينا شي كالك مثلا لي زيسكالي ما غاديش نخدمو بيهم، نحيدوهم وما يبقاوش يبانو لينا، ولا نفرويوهم باش ما يبقاوش ما يبقاوش يتموديفاو. مثلا ولا مثلا واحد النوع من لي كالك نحيدوه ما يبقاش يبان، مثلا ديال المنويزغي نوركو عليه ديريكس من هنا، ولا غير كالك واحد هو اللي نخليوه باين. مثلا ايزولي، مثلا حنا بغا نخدموها في ديال البوط بوحدو، ايزولي ديال بوحدو، ديال لي بوطو بوحدو. حنا فاش كنبغيو كاين كل واحد كيفاش كيدير كيصايب لو بلون دو كوفراج، كاين اللي كيخدم بحال هكا، كل واحد عاوتاني كيفاش كيرسم، كل واحد فاش كيرتاح. كاين اللي كيرجع مثلا هذا كيورك عليه كامل، كيحيد بيان سور سميتو لي بوطو اللي رسم، كيحيد لي بوطو اللي رسم
وكي خلي وكي شد هذا لو بلون كامل، لو بلون هذا كامل كرجعو كوم ان بلوك باش في الاخر يسوبريمي. مي نقدروا حنا بلي كالك نرسمو فوق هذا فوق هذا لو بلون ونديرو في الاخر ايزولي ونعزلو داكشي اللي باغي حنا، مثلا بوطو بوتر ايدال ونخليوهم، ملي نخليوهم نكوبيوهم مثلا فين بغينا ولا كيما بغينا نخدمو بيهم. حنا مثلا هذا اش كنديرو من بعد، كنبداو حنا لي بوتر، هنا الكالك ديال لي بوتر مازال ما صايبناش، غادي ندير واحد الكالك ديال لي بوتر مثلا بوتر، نعطيه واحد اللون مثلا شيبي، نمشيو للكالك ديال لي بوتر وكنبداو نرسمو في لي بوتر ديالنا. مثلا من هنا من هذا البوطو لهذا البوطو، مثلا من هذا البوطو لهذا البوطو، ونرسمو فيهم نرسمو لي بوتر في البلايص كاملين، ونحذيو مع لي بوتر فين فين كيدخلوا. مثلا هذا راه غادي يجي مقاد، هذا غادي يجي مقاد، وعاوتاني كل واحد والبلان كيفاش كيرسمو، كاين اللي كيبدلو كل واحد وكيفاش كيرتاح ليه، كل واحد كيفاش كيبغي يخدم. هنا مثلا ما عندكش واحد البوطو اللي غادي يجمع بين هادي وهادي، تقدر مثلا هاد البوطو هنا هاد البوتخ تجيبها مثلا هنا تحطها على هاد الحيط مثلا، ولا تطول هاد البوتخ حتى لهنايا وتجيبها على هاد الحيط هذا. وبالنسبة اللي ضال هنا كيفاش كيترسمو، مثلا غدير زيد واحد لو كالك غدير ضال وغدي مثلا، تعطيو واحد اللون خليوها حتى هي بالزرق، نمشيو ليها هنا نديرو املين باش بلا ما سميتو. هنا بينا هذه هي القصيره وهذه هي الطويله، دونك لي بوتخير غادي يجيو بحال هكا هنا، ودير ليها مثلا شحال فيها في ليبيسور ديالها، مثلا واحد 16 بلس 4 مثلا 16 بلس 4. بالنسبه للديمونسيونمون بري ديمونسيونمون ديال لي بوتر، هادي فيها مثلا أربعمية وثمانين، تكون فيها تقريبا واحد العشرين على 50 سنتيمتر. تقدر تموديفيها، تقدر تعطيها واحد السيكسيون واحدة أخرى، مي خص غير الكالكول من بعد يكون هو هذاك، الكالكول من بعد يكون هو هذاك. أبخي كيفاش كتقادهم، مثلا قاديتي في واحد ليطاج، ليطاج مثلا هذا، كتهز هنا هادوك لي بوطو لي قاديتي وكتشوفهم واش ما كيأثروش في ليطاج اللي تحت منه. مثلا هنا لو جينا نحطهم في ليطاج اللي تحت منه، غادي نلقاوهم وهما هادوك في نفس البلايص. هنا كاين واحد البوطو حابس هنا، وكاين واحد البوطو كيبدا من هناك، انا كاتبه بصفر زعما راه غيبدا من هاد ليطاج، وهذا بالخضر راه غادي يسالي في هاد ليطاج. دونك فاش كتكون كترسمهم خاصك تمونسيوني بلي هاد البوطو غادي يحبس في هاد ليطاج، هذا غادي يبدا في هاد ليطاج. ومثلا هنا الا درنا غوتوخ باش نرجعو كما كنا في الاول، هنا في هاد لو كادر هذا الصفر مبين بلي واحد لي هنا راه غادي يبدا الفوق واحد 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 ان بوطو اللي هو هذا، رمز ليه هنا بي سي ان. حيتاش من بعد غادي دير الشاك شاك شاك بوتخ غتعطيها واحد السمية، وشاك بوتو غادي تعطيه واحد السمية. بالنسبة لي بلون دو فونداسيون، كتهز هاد لي بوتو هادو، هاد لي بوتو هادو في هاد ليطاج، كتحطهم هنا وكتحطو عليهم دي سوميل اللي كنحطوهم بحال هكا، مثلا هاد الكارو بهاد اللعيبات الصفرين،
هنا بين هاد لي سوميل هادو كاملين اللي في الجناب كنديرو واحد الشيناج كنرمزو ليه هنا، كنكتبو سي اش مثلا، سي اش اللي كيبين بلي راه ان شيناج. بين بين لي سوميل اللي كاينين في الجنب والداخل كنديرو واحد لونغرين، واحد البوتر دو غودريسمون. وبين لي سوميل اللي كاينين الوسط كنديرو اون لونغرين وكنسميهم، كنعطيوهم دينو. وبالنسبه لهاد لي بلون دو كوفراج ماشي غتعلم فيه في ان سول بلون، مثلا انا غادي نبقى ندير لي بوطو لي بوتر نفس السميات لي سوميل هادي، مي كل ما غادي تعاود كل ما غدير بزاف لي بلون كل ما غادي تسهل عليك القضيه، غتولي سهله عندك القضيه. بالنسبه الى بغينا نديو ولا نزيدو نقادو مزيان لو بلون وكيسهل علينا باش نديو لو بلون سميتو للروبو، خصنا نكرييو دي زاكس. دونك نكري واحد لاكس، واحد الكالك دي زاكس، نعطيهم مثلا واحد اللون احمر مثلا. وهنا عندك لو تيب ديال لي لين، حنا خدامين كنا خدامين بلي لين كونتينو، دابا نقدروا نخدموا بدوت ختيب. كاينين هنا بزاف لي تيب تقدر تشارجي وحدين اخرى الا ما كانوش بانوا لك تما من هنا وتخدم بهم. مثلا حنا غادي نخدموا بهذا اوكي باش يبين بلي راه كومان ناكس. هنا نقدروا نعطيهم لي بيسور ديالهم، لي بيسور ديال سميتو ديال لالين، ونقدروا نبدلوها من هنا ايبيسور ديال لالين، بدلو اللون من هنا ونبدلو لاكس من هنا. مثلا احنا غادي نتراسيو لاكس الاول، منين هاد لي زاكس منين كيدوزو من وسط لي بوطو باش كيبينو لي بوطو فين غاديين ولي بوتر فين غادي. حنا غادي ندوزوهم من اي بلاصه فيها بوطو من الوسط ديالو، كدوز من وسط من البوطو والبوتر. مثلا هنا مثلا الا كان مبينش لك مزيان، مبينش لك بلي راه اكس، جاوك خطوطه مثلا بعاد ولا متقاربين، كتقدر تبدل هنا. هنا كاين ماسكي لي ديتاي، افيشي لي ديتاي، مثلا تعزل واحد واحد التيب ديال لين. هنا راه عندك لو نوم ديالها، لا ديسكريبسيون ديالها، وهنا لي زيشيل. هنا كتبدل لي زيشيل باش تقاد هاد لي لين باش يبان كومان ناكس. دونك غنديرو فين ما كاين بوطو ولا سميتو غادي نحطو دي زاكس. مثلا هنا ونخرجوه من هاد الجنب ومن هاد الجنب في هاد البلايص كاملين. انا بلا ما غادي نبقى نديرهم ونبقى باش ما يطولش الفيديو، غادي نوريكم كيفاش كيدارو. مثلا هنا عاوتاني غنديرو واحد الدائرة، ولا غادي نديروها من هنا دو بوان، من هاد لو بوان لهنا. هنا غادي نعطيهم واحد السميه مثلا هنا وهنا، بغيتي تكتبهم في جوج جوي تكتبهم في جوج جوي. انا غادي نديرو ان بوطو من ان ناكس من هنا، ان ناكس من هنايا، واحد لاكس من هنا، واحد لاكس لي بوطو لي الفوق من هنا، لي زاكس هنا، لي زاكس هنا على الجناب. هنا غادي نسميوهم مثلا واحد جوج ثلاثة أربعة بالنوامر، وهنا غادي نسميوهم بالحروف. بو انا كملت لي زاكس، انا غير ما حطيتش فيهم سميات، خص ندير فيهم سميات مثلا ا بي سي دي واحد جوج ثلاثة اربعة في لي دو كوتي، باش فاش تبغي تراسي مثلا ان بوطو تعرفوا ها هو فين كاين، مثلا في رقم اربعة سي مثلا.
هنا عندنا كل اليمون بسمية ديالو بي ان بي دو بي ترو. فاش كتكالكولي كتكالكولي الحديد كتحطهم في دي طابلو مثلا بحالك بي ان ديال الريتشوسي ديال بروميي ايطاج، انا فيه 20 على 30، كاتر بار ديال 12 مثلا، هذا ديال البوتو، هذا ديال لي سومال. هنا تنتعلموا ان شاء الله نحسبه وتولوا تعرفوا هذا الشيء. وهنا كل حاجة وبوحدها. بالنسبة لهذا الرسم ديالهم، سواء كترسمهم عادي وكيبقى عندك كوم 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 دي 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 زوبجي كتبقى تخدم بهم ديما، كتهزهم وكتعاود مثلا تمودي فيهم وتقادهم. وكاين حتى هذا البلاجين ديال اوتو ريبار ديال الاوتوكاد، هذا كتقدر تراسي به، هذا كتقدر تيليشارجيه وتانستاليه وكيدخل مع الاوتوكاد. بون، الا بغيتي تمشي قبل ما تمشي بعد الروبو، الا بغيتي مثلا دير لامبريسيون تامبريمي، كتقدر تزيد هنا دي بريزونطاسيون. هاد لي بريزونطاسيون كيكونوا تقرر تعطيهم مثلا شي سمية، مثلا غيت شوسي، تقدر مثلا تحيد هذا اللي عاطيك الاوتوكاد من هنا وتكري واحد تكري واحد دير واحد الميزون باج هنا، تموديفي لي شيل ديالها، مثلا ديرها بي دي اف مثلا A4 فورما A4، وتحط لو بلون ديالك وتونغوجيستريه من بعد، ولا تامبريمي الا كنتي باغي تامبريمي. هنا تقدر دير بزاف الوراقي. بالنسبة لو بغيتي تمشي للروبو، كتهز غير لي زاكس من هاد لو بلون، مثلا هنا ايزولي نيزولي وهذا بوحدو، اوكي هذا نكوبيه فواحد لو بلون جديد مثلا هنا، وباش يتحط في بلاصتو في الروبو خصو يكون في 000 هنا، باش تجيبو لديك 00 باش يكون مقاد في بلاصتو في لوريجين. تورك عليه كامل، دير ديبلاسي من هاد النقطة هادي مثلا اللي غادي يبدا منها لو بوطو الاول، دير النجمة هي الاولى، دير زيرو زيرو زيرو، اوكي. هنا لو بلون ديالنا مشى هنا، هنا لونيتي نقدر نبدلوها، هو في المليمتر رجعو مثلا في السنتيمتر، اوكي، و نونغوجيستريو ماشي فيشي دي دبليو جي مي فيشي دي اكس اف، خليوه هنا في البيرو اونغوجيستريو. نحلو الروبو وهنا نديرو امبورتي لو فون دي اكس اف للزينة، يونيتي عندنا سنتيمتر، و لو بوان دو ريفيرونس 0 0 0 هنا حتى في البوزيسيون سوغ لاكس زد، اوكي. دونك ها هادوك لي زاكس اللي رسمنا هما بانوا لينا هنا، هما بانوا لينا هنا، كون كنا عطينو السميات كرا يبانو السميات ديالهم. وهنا قدروا نبداو نرسمو. بالنسبة للكور ديال الروبو نبداو فيه ان شاء الله قريب، غادي نتعلمو كيفاش نرسمو لي زاكس ديالنا، نصيبو لي زيطاج، شحال كاين من ايطاج، شحال كاين من بين كل شاك ايطاج و ايطاج،
بالنسبة للي ستركتور اللي غادي نحطو، لي بوطو، لي بوتر، لي سومال، والديمونسيونمون، ولي نورم، حتى الكالكول إن شاء الله.